مرحبا بحضراتكم في آخر فقرات حلقتنا النهاردة من رأي عام. وبعد طبعا ما شفنا ودع المنتخب المصري لكرة القدم منافسات بطولة كأس العالم 2018 بعد خسارته ثلاث مباريات متتالية أمام أوروغواي وروسيا والسعودية تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، النهاردة الساعة 6 كانت الهزيمة الثالثة والأخيرة. الحقيقة هي الخسارة اللي بتأتي رغم أن الجماهير كانت بتتمنى بكل الأشكال الصعود، ولكن تضألت أحلامها إلى تحقيق فوز إلى أي مباراة، خاصة أن يعني مصر وصلت لكأس العالم بعد غياب 28 سنة من آخر مشاركة لها في مونديال 90. النتائج الحقيقة لم تكن وحدها هي التي خيبت أمال الجماهير، لكن أيضا كان الأداء اللي جاء على غير المتوقع لم يجعل مصر تصعد إلى الدور الثاني ولم يلقى احترام عالم كرة القدم بشكل عام. الحقيقة حديث كثير جدا عن ما هي الأسباب التي دفعت لذلك وما أيضا خريطة الطريق إلى المرحلة المقبلة، ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا في الاستوديو. الناقد الرياضي الكبير طبعا بيشرفنا طبعا يكون أستاذ محمود معروف، أهلا بحضرتك يا فندم. أيضا الأستاذ سعيد علي رئيس قسم الرياضة في صحيفة الدستور، برحب بحضرتك أستاذ سعيد. أهلا بك. طيب خلينا قبل ما نبدأ نقاشنا وحوارنا حول طبعا المونديال وما حدث فيه بشكل عام، نروح ل يعني الحياة تقرير ومجموعة من اللقاءات التي رصد فيها ردود أفعال الجماهير المصرية بعد هذه الهزيمة والخروج من المونديال. نتابع الزميل عمرو عبد الحميد من روسيا ومجموعة من ردود أفعال المصريين حول هذا الخروج. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء النور. رأيك؟ والله احنا تعبنا. يعني منظومة سيئة كاملة. يعني الحاجة الوحيدة العدلة في الكورة في مصر هو الجمهور. لا مدربين ولا لعيبة ولا اتحاد كورة. طبعا ده انا مش هذكر فشل لأنه ده فاشل من زمان قوي. وفاشل ورا فاشل ورا فاشل، والنتيجة ان حتى محمد صلاح اللي كلنا بنعتمد عليه اتعدى من الاداء السلبي اللي اللعيبة مش قادرة تجري. مدرب فاشل اثبت فشله في كل، يعني حتى بتوع اتحاد الكرة يطلع يقول لك ايه، طب ما هو وصلنا كاس العالم ووصلنا، طب عملنا ايه في كاس العالم؟ ثلاث خسائر مباشرة في كاس العالم، حتى بطولة افريقيا طلعناها في النهائي بالصدفة. فهو مدرب فاشل بكل المقاييس ومحدش شايف كده. كل الموضوع ده وراء للأسف سبوبة الفلوس اللي بيوصل بيخش مركز عضو مجلس إدارة، هو يعني المفروض ان ده عمل تطوعي بحت، ولكن للأسف هو كل واحد فيه بيدور ازاي ياخد من وراء الموضوع فلوس. وصلنا كاس العالم حلو، سبوبة قد كده، سبوبة كبيرة جدا، كله عايز يستفيد من اتحاد الكرة. التكويشة بقى المصري او المشجع اللي احنا جينا من كل حاجة، انا وابني واصحابه كلنا هنا دفعنا فلوس كتير جدا وعشان نيجي ورا المنتخب، وفي الاخر احنا اسوأ منتخب في الدورة كلها للأسف. يعني النتيجة يعني غير مرضية تماما. انا يعني بمناسبة الجمهور انا شايف دلوقتي، مش عارف حضرتك شايف معايا ولا لا، شايف عريس وعروسة مصريين. نحاول كده نتكلم معاهم، يعني الناس جاية من كل مكان وجاية بتشجع، وكمان الناس جاية والله ناس بتحوش وبتعمل جمعيات عشان تيجي ورا المنتخب. انا اعرف ناس يعني استلفوا عشان يجوا ورا المنتخب ويشجعوا مصر بعد 28 سنة وقلنا ومنتخب. أنا كنت ممكن يعني أتخيل إنه ممكن أي حد يجي بشكل يعني فردي، لكن عريس وعروسة النهاردة مساء الخير وألف مبروك الفرح. الله يبارك فيك. مساء النور. مساء الخير. مساء النور. ألف مبروك. الله يبارك. حضراتكم مصريين؟ مصريين. طيب النهاردة فرحكم؟ إن شاء الله. النهاردة جيتوا تشجعوا المنتخب؟ أيوه. طيب يعني مش عايز اقول ايه شعوركم لان شعورنا كلنا واحد، لكن فكرة انكم تيجوا يوم فرحكم وتشجعوا المنتخب دي جات ازاي؟ ما كانش في فكرة، ما كانش في تخطيط، بس كنا حابين نخلي حاجة، نعمل حاجة مختلفة النهاردة، وزي ما كان ده اللي حصل يعني، ما من غير تخطيط ومن غير اي حاجة، بس الحمد لله النهاردة وخلاص. اليوم عدى كويس يعني، اليوم عدى كويس. يا رب يا رب. احنا فعلا احنا فعلا كل الناس يعني كل الناس
عندها بتشتكي وتعبانه من اللي بيحصل ده. ما حدش جاي النهارده علشان يمشي زعلان، مش احنا بس، مفيش حد جاي روسيا، جاي لمصر، جاي يشجع، جاي يساند المنتخب علشان منتخب يخسر الثلاث ماتشات بتوعه او حتى ما يقديش بشرف. فالنهارده انا مش شايف ان احنا قدينا بشرف يعني، خاصه في الشوط الثاني وفي الشوط الاول. يعني احنا كان ممكن نخلص الماتش بعد الهدف الاول، الكره بتاعت صلاح يعني، كان ممكن يخلص الماتش خالص او على الاقل يهدى الماتش ويبقى الماتش من ناحيتنا احنا بس ده ما حصلش. طيب عروسه، رايك كيف الماتش؟ الحمد لله ومبروك للسعوديه و بس. طب انتوا عايشين هنا؟ لا احنا جينا بس الماتشات. جيتوا الماتشات؟ بس يعني جايين بس نعمل جايين نحضر بس. طب والله ده يعني الشعور يعني رائع جدا، انكم يعني فرح، ويعني كان المفروض ان تكمل الفرحه ان احنا على الاقل نحقق اول فوز في كاس العالم. فاول فوز في كاس العالم على مدار تاريخنا احنا، وعلى مدار 2018 هيبقى اول فوز برضو، لان ما كسبناش ولا ماتش في 2018. حتى الماتش النهارده مش تقيل ومش صعب يعني الماتش كان ماشي كويس الشوط الاول، وكان مش عصبي بالظبط، وكان يخلص يعني، كان يخلص في الشوط الاول بدري، بس ده اللي حصل. يلا قدر الله ما شاء فعل، اهم حاجه انبسطوا وافرحوا، الف مبروك. احنا مبسوطين جدا، دي اهم حاجه. الحمد لله، الف مبروك. بنستكمل حواراتنا مع المشجعين المصريين اللي جايين من اخر الدنيا، وللاسف يعني مفيش نتائج كانت مرجوه، وفي كان طموح كبير جدا ان احنا على الاقل نأدي في هذا اللقاء، نأدي بشكل على الاقل يعني كويس، ولا كده ما حصلش خالص. طب ليه ما حصلش؟ ما حصلش عشان خاطر مستر كوبر علم اللعيبه ازاي يدافعوا، وما علمهمش ان هم يتعلموا على جمل تكتيكيه يقدروا يوصلوا بيها كويس للجون. ما تدربناش على جمل تكتيكيه جيده خالص في خلال البطوله كلها. في ماتش اورجواي جه جون فينا في اخر دقيقه، وكنا اتعلمنا الدفاع بس ما فيش اي هجوم، صفر. ماتش روسيا برضو دفعنا في الشوط الاول، ويعني كان في شويه حاجات هجوميه بسيطه، بس كان لازم نتدرب ان يبقى في خط وسط هجوم يتلعب كويس، بحيث نعمل جمل تكتيكين، نروح على الجون مره واثنين وثلاثه وعشره. ما يحصلش فينا اللي بيحصل كده. قاعده معروفه، الهجوم خير وسيله من الدفاع. طيب وانا قاعد بتفرج على الماتش من المدرجات، يعني بكتب كده على تويتر ان انا مش بعيد يا جماعه عن مستر كوبر، اللي عايز يوصل له رساله يوصل له يقول له ايه. فطبعا كانت يعني تعليقات انا ما اقدرش اقولها. هل انت متوقع انه مستر كوبر هيكمل ولا لا؟ لا انا اتوقع ان هو مش هيكمل، خصوصا الراي العام اللي هيبقى ضده بعد المشوار في بطوله كاس العالم. الكل اللي هيتكلم، الكلام اللي اقدر اقوله، متشكرين جدا على ان احنا وصلتنا الحلم بعد 28 سنه، متشكرين جدا ان احنا وصلنا لكاس افريقيا، برضو قعدنا موسمين، ده كله جميل، بس كان لازم يبقى فيه تطوير شويه في اداء الهجومي من بعد خساره ماتش الكاميرون. كان لازم يكون فيه تطوير اداء في الهجومي، واختيارات اللعيبه نفسها كانت خطا. بستأذنكم، شكرا جزيلا، بستأذنكم، انتوا اتفرجتوا على الماتش، عايزين نعرف تقييمكم للاداء بتاع المنتخب. للاسف الاداء كان سيء جدا، مفيش روح، مفيش قتال، مفيش الناس نازله تلعب كانها مش عايزه تلعب. فالمفروض كان المدرب يشوف مين الناس اللي هي فعلا فقدت الروح وفقدت ده، وينزل اللعيبه الاحتياطي اللي ما لعبتش اصلا. مش كل مره نفس الاخطاء، ونفس الاخطاء الدفاعيه، وبلنتيات ملهاش اي لازمه، ولا خطه، ولا مدرب، ولا تفكير، ولا في اي حاجه تستاهل ان هم يخشوا بصراحه كاس العالم اصلا. يعني لو عملوا استفتاء هيطلع الفرقه بتاعتنا اسوأ فرقه لعبت في كاس العالم، ده رايي يعني. حضرتك متفق معاه؟ نفس الحكايه يعني. The movement of the ball wasn't as good. Saudi Arabia was moving the ball and moving out of space a little bit better. You know, we were trying to open up space, but they weren't hustling hard enough. بالعربي يعني لو احنا مثلا بنقول انه ايه الاوراق اللي كانت عند مستر كوبر وما استخدمهاش؟ ما فيش الرياضه، ما فيش الجري، السرعه، وما فيش التيكي تاكا اللي السعوديه العربيه كانت بتعملها، بس يعني في الاخر كسبوا. لعبوا احسن بالظبط. هارد لك، بشكركم، شكرا جزيلا، شكرا، ميرسي جدا، ميرسي جدا. طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا ردود افعال المصريين والجماهير اللي سافرت ورا منتخبها لتشجيعه، ده كان ردود افعالهم مباشره بعد انتهاء المباراه. طيب خليني ابدا من حضرتك استاذ محمود، ازاي تقيم اداء المنتخب المصري حتى هذه اللحظه من خلال مبارياته اللي خاضها في هذا المونديال؟ والله يا سوزي،
وهقول لك يا سوزة عشان انت تلمستي، على فكره كانت تلمستي في اعلان بنها يعني، فما اقول لها يا سوزة فيها بنتي وتلمستي مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا. ولا نسيتي؟ لا 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 فاكره اكيد. انا طيب. فكرت حضرتك اتفضل. للاسف حد بلغني ان عبد الرحيم محمد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر مات بالسكته القلبيه بعد المباراه. الله يرحمه. واحد برضو من اسكندريه كلمني اسمه الحاج خلف النمر، قال لي في 6-7 حالات اغماء اغمى عليهم في العجمه في اسكندريه قدامه. يعني الناس، وانا نزلت في الشارع وانا جاي على الاستوديو، حاله وجوم وصمت وذهول في الشارع. ومحمد صلاح الله يبارك له اللي اسعدنا وفرحنا وحديث العالم، يا صلاح بعد ما جبت الجون جات لك الجون الثاني اسهل من الاولاني، وتريزيجيه كورتين كان ممكن يبقى 4-0 حتى 2-0 كانت الدنيا اتقلبت، كنا نسينا روسيا ونسينا اورجواي ونسينا كل ده. روسيا اللي غلبت السعودية 5-0، أوروجواي غلبتها 3-0 بالراحة، يعني بتلعب بالاحتياطي وغلبت روسيا 3-0. من أول ما رحنا سوزي، من أول الخمس مباريات الودية الإعداد للكأس العالم، كانت الصورة بين مهزوزة وسيئة وسودة ضلمة. المباراة الأولانية صلاح لعب فيها ضد البرتغال وكنا كسبانين 1-0 بالجول بتاع محمد صلاح، وفي دقيقة واحدة في الدقيقة 91 البرتغال رونالدو جاب جونين طلعنا مغلوبين. بعدها صلاح أصيب من المجرم سيرخيو راموس بتاع ريال مدريد، وتأثر طبعا بالإصابة وفضل بعيد حوالي شهر ويعني ومدة، لغاية ما لعبش حتى مباراة أوروجواي، لعب مباراة روسيا بتحفظ وحذر شديد جدا. ومع هذا حسب لنا ضربة جزاء، وبعديها بدقيقتين كورة أخطر من اللي قبلها، من اللي قبلها وتتحسب، مش لم يعترض حد منا ولا نطلب الفيديو للرجوع أبدا، ومشيها الحكم. نحن مع الحكام المرتشين، بقول المرتشين لأن سنة 99 في كأس العالم قارات كنا بنلعب السعودية في المكسيك، وكان حكم من باراجواي طرد 3 لعيبة من مصر، حازم امام وعبد الستار صبري وسمير كمونه، ولعبنا ساعه ب8 لعيبه واتغلبنا 5. ماتش روسيا حكم ضربه جزاء اعمى يحسبها ما حسبهاش. النهارده ضربه جزاء الاولانيه يعني تحسب او لا تحسب على احمد فتحي، واحمد فتحي ده طبعا ليه كلام معاه، بلدياتنا انت على فكره بنهاوي وانا بنهاوي واحمد فتحي بنهاوي زينا، لا احتسبت. عصام الحضري الله يبارك له الله يبارك له صدها، وبحديث الدنيا لعيب عنده 6 لاعب في تاريخ كأس العالم. بعديها ب4 دقايق نفس الحكم بتاع كولومبيا المرتشي، الحكم المرتشي يحسب ضربة جزاء، ورجعوا للفيديو فست حكام بتوع لجنة الفيديو قالوا لا مش ضربة جزاء، يوم هو يعاند الستة ويحسبها ضربة جزاء. في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 52، يعني الشوط الأول خلص و7 دقايق وحسبها ضربة جزاء، جت ضربة جزاء. الشوط الثاني ما أعرفش إيه اللي جرى لنا. الله يخرب بيتك يا كوبر، أنا كنت من المساندين له وكنت بدافع عنه وبقول لا لا نسانده، وصلنا لكأس العالم، وصلنا لأمم أفريقيا وي وي إلى آخره. النهارده أنا بتصور الله يرحمه المشير عبد الحكيم عامر كان نائب رئيس الجمهورية وكان وزير الدفاع وكان رئيس اتحاد الكرة المصري، موقف زي كده نزل من المقصورة للمدرب قال له ايه العك اللي بتعكه ده؟ فأنا يعني كان لازم هنا بريدة لما الفرقة عمالين مضغوطين وشكلنا وحش جدا وما بيغيرش، طب واخد شيكابالا ليه؟ واخده ليه؟ ده شيكابالا ده لاعب أحطه من المستوى الأول صف أول، ده ما لعبوش دقيقة، والخمس ماتشات زي ما قلت الوديه اللي لعبناها لم نفز في واحده ولم نقدم عرض جيد في واحده، اتغلبنا 3 مرات وتعادلنا ماتشين مع الكويت 1-1 وكنا مغلوبين من الكويت، وتعادلنا ايمن اشرف الباك احنا جبنا جونين، صلاح جاب جون في البرتغال
وايمن اشرف جاب جول في الكويت وشكلنا وحش جدا. بالمناسبه خليني اقول لحضرتك دلوقتي يمكن قالوا لي انه المغرب دلوقتي فازت على اسبانيا 2-1، هو لسه الماتش شغال بس النتيجه كسبانه. فده طبعا يعني حاجه يا رب حاجه يا رب ينصرهم اي منتخب عربي، يا رب ينصرهم يا رب ينصرهم. شفت الروح، شفت بيلعبوا مين؟ تمام، بيلعبوا سيرخيو. انا نفسي يتغلبوا عشان رامس، عشان المغرب رامز نفسي يتغلبوا، والمغرب عشان المغرب طبعا بلدنا. طيب، يعني المغرب بلدنا زيها زي طيب السعوديه زي تونس. خلينا نروح لك استاذ سعيد، هل فعلا شايف زي ما قال استاذ محمود انه التحكيم ظلمنا في اكثر من موقف، خاصه الاتحاد قال انه هيتقدم بشكوى ضد ما حدث ايضا في ماتش روسيا؟ يعني انا شايف ان اخطاء تحكيم النهارده كانت موجوده، وشبهه ان يكون في مجامله او فعلا يكون في رشوه وارده مش مستبعده، ده موجود كتير جدا في كره القدم وفي المنظومه العالميه، ده موجود كتير. لكن انا بشوف ان احنا لو هنركن على التحكيم، لا مش هنركن على ده، مش سبب رئيسي ولا اساسي، بس احنا بنتكلم في انه ده من ضمن الاسباب وارد جدا. بس انا شايف لا، انا بشوف ان السبب الرئيسي ان احنا نخرج بهذه النتائج السيئه جدا، حتى لو كان في اعظم حكم في العالم النهارده موجود وانت 90 دقيقه مضغوط وما بتاخدش كوره وما بتطورش شكل هجومي، كنت النتيجه الطبيعيه ان انت ما تكسبش. يعني شايف ازاي اختيارات هيكتور كوبر من البدايه اصلا؟ انا بشوف من البدايه ان هيكتور كوبر كان مجبر على الوضع اللي احنا بنعيشه. كان مجبر ازاي؟ المنتخب المصري في الفتره الاخيره سقط منه اهم الاعمده الرئيسيه، وافتقد عناصر مهمه جدا. زي مين؟ زي محمد عبد الشافي اللي مستواه تراجع بشكل كبير جدا في الاونه الاخيره، وانتقل من فريق اهلي جده لفريق اقل في المستوى. زي رمضان صبحي اللي اصبح اسير دكه احتياطي وما بيلعبش بقاله كتير جدا. زي رامي ربيعه اللي اتصاب من 6 شهور والنهارده بيعوضه بعلي جبر اللي ما بيلعبش من 6 شهور فاتت. عناصر مهمه جدا وقعت مننا، وكوبر ما قدرش يعوضها. ليه؟ لان احنا في الاساس ما قدرناش نعوض العناصر ديت. يعني لما تبص على نادي الزمالك مثلا، في اخر 5 سنوات تعاقد مع 5 في مركز الظهير الايسر اللي هو بيلعب في محمد عبد الشافي، محمد ناصف، شريف علاء، علي فتحي، مؤيد العجان، وتم تصعيد احمد فتوح. الخمسه ولا واحد قدر يعوض محمد عبد الشافي. رامي ربيعه النهارده لما وقع من النادي الاهلي، الاهلي ما قدرش يعوضه. رمضان صبحي ما حدش قدر يعوضه في الاهلي سوى النيجيري اللي هو لاعب مش مصري ايضا، جونيور اجاي. فالاعمده دي لما سقطت احنا ما قدرناش نعوضها. ليه؟ لو دورنا على اجابه السؤال ده هنعرف ليه احنا وقعنا. احنا ما قدرناش نعوض العناصر ديت لان احنا في الاساس القاعده في قاعده الناشئين في مصر مهدومه، فيها عوار كبير جدا. بدايه من اتحاد الكره اللي بيختار مدربين لمنتخبات الناشئين بيشوبها عوار كبير جدا وقايمه على المجاملات. لما نبص يا استاذ محمود لاخر 3 منتخبات شباب بتخرج من دور تمهيدي، يعني احنا بنلعب تصفيات بطوله افريقيا، فتخرج من الدور التمهيدي، مع خروجك من الدور التمهيدي انتهى جيل كامل. فاخر 3 تصفيات لمنتخبات الشباب كان فيها مجامله بشكل كبير زي ما انت بتقول. بعيدا عن المجامله، هي خرجت من الدور التمهيدي أصلاً. فلما تخرج من الدور التمهيدي انتهت 3 اجيال لم تفرز اي لاعب للفريق الاول، يعني احنا بقى لنا 3 اجيال ما بنطلعش حد لفوق. فالراجل يعوض منين؟ عندنا في الاهلي والزمالك نفس المشكله موجوده، مش قادرين نعوض. فهنا احنا الازمه الحقيقيه كانت في المجاملات اللي تحت عند في اختيارات مدربين منتخبات الشباب اللي بتفشل بشكل متتالي، كمان قطاعات الناشئين اللي اصبحت كلها مزوره. النهارده تنزلي تشوفي قطاعات الناشئين ناس كبيره جدا متسننة وبتلعب، واحد عنده 25 سنه و24 سنه وبيلعب 16 و17، مين المسؤول عن ده؟ ليه احنا مش قادرين نطلع من تحت؟ ليه الاهلي والزمالك النهارده مش عارفين؟ ما تجاوب مين المسؤول عن ده؟ اتحاد الكوره. طيب ما تقول ما انا بحمل بقى يا سعيد. 100 مليون 100 مليون مصري ما فيهمش حد يلعب سنتر فورورد غير مروان محسن اللي قعد مصاب شهرين، مفيش غيره. صحيح. بتقول لي فين 100 مليون؟ لان البناء زي ما حضرتك قلت يا استاذ محمود، الاتحاد الكره فيه عوار كبير جدا، هو المسؤول عن التسنين ده. فين الضابط؟ فين رقابتك على قطاعات الناشئين؟ كمان فيما يتعلق باختيارات المدربين، مش هحمل اتحاد الكره بس، لا، رؤساء الانديه ومجالس ادارتهم اختياراتهم في قطاعات الناشئين كلها قائمه على المجاملات، كلها قائمه على المحسوبيه والوساطه. عشان كده استاذ محمود بيقول لك مصر مش عارفه تجيب سنتر فروت. ليه؟ لان لحد النهارده مدربينا معتقدين ان الفروت هو اللاعب اللي بيلعب جوه الصندوق، اللي زي مروان محسن يستنى عشان يسجل من جوه. النهارده احنا في عصر بنعيش فيه ثوره تكتيكيه،
المهاجم ده ادواره تبدلت اتغيرت، بقى اسمه مهاجم وهمي، بقى بيقدر يطلع على اطراف كتير وبيقدر ينزل لنص الملعب، بقى وليد ازارو بقى شكل تاني خالص. احنا مصر وليد ازارو هداف الدوري بتاعك في مصر مش موجود في المغرب، ما خدوش منتخب المغرب، والمنتخب المغرب العربي غالب اسبانيا. صحيح غالب اسبانيا، حاجه 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 يا رب يخلص. طيب استاذ محمود، يمكن من شويه تابعنا انه الناس مش بتتكلم فقط عن يعني الجهاز الفني، ولكن ناس كتير تطرقت وكان دي ردود افعال كل المصريين والموجودين كمان في روسيا لاتحاد الكره، وانه اتحاد السبوبه والمصالح المصريين اللي في روسيا وغيره. طيب ازاي ممكن نحاسب اتحاد الكره؟ يا سوزي يروح 50,000 مصري شكلهم يفرح. انا حزين عشانهم، حزين عشانهم. اتحاد والراجل اللي واخد مراته العريس والعروسه دول على ان هيفرحوا. طيب وموضوع بيع تذاكر اسر اللعيبه، الحقيقه مشاكل كتير جدا خرجت وطم يعني الصقها بالاتحاد، والناس كلها وصفته بانه اتحاد السبوبه. عندي مشكله دلوقتي ان الفيفا نفسها بتقول لك انه لا يحق للحكومات ان هي تتابع او يعني تحاكم او ان هي حتى تضع يدها او تتدخل فيما يحدث في اتحادات الكوره زي مثال الكويت، لكن دلوقتي ايه اللي المفترض يحصل في هذا الاتحاد؟ اولا الفيفا حره تفعل ما تشاء، وإذا كان الفيفا وقفت الكويت سنتين فأنا حر، إن زي ما الدكتور كمال الجنزوري واتغلبنا من السعودية 99 حل اتحاد الكرة برئاسة الله يرحمه سمير زاهر، أنا بقى أطالب رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أولا يجري تحقيق عاجل في خلال 3 أيام، وإذا كانت هناك أخطاء لا يعبأ بالفيفا، الفيفا دي أوصية على أنفسهم، ده شأن داخلي، شأن داخلي يحل اتحاد الكورة. وإذا كان زي ما سعيد قال كل المسابقات السنية المختلفة تفشل ويوصل المنتخب الأول هتجن، عايزين إيه يعني عندنا ربنا كرمنا بمحمد صلاح، ولو إن صلاح أنا زعلان منك كلنا، جبت جون الاولاني وبعديها بثلاث دقايق جون تاني انفراد، وربنا لو سوزان اللي جا هتجيبه جون وكنت دخلت التاريخ. استاذ محمود انت رحمتنا من مجدي عبد الغني الله يكرمك، يعني كنت خلصت خالص على اسم مجدي عبد الغني. استاذ محمود النقطه دي مهمه جدا، نقطه هدف محمد صلاح الثاني دي شهاده براءه لكوبر. شهاده براءه لكوبر ليه بقى؟ بترمي العبء على محمد صلاح؟ لا 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 انا مش متضمن، مش مع كوبر، بس انا يا راجل مطحون الشوط الثاني كله بيلعبوا، صحيح صحيح، ونهار ما انزل رمضان صبح اللي انت بتقول لي بقاله سنه قاعد ما لمسهاش، هو عشان ما عندوش البدايل. بس خليني لا عنده شيكابالا. طيب خليني في نقطه محمد صلاح وارجع لك، اقول لك ليه بقى، لان احنا كلنا عمالين بنهاجم كوبر ونقول انه صاحب فلسفه دفاعيه واحنا اصحاب الكوره الحلوه الجميله. طيب هي البرتغال دي مش صاحبه كوره حلوه جميله؟ مش اسمهم برازيل اوروبا؟ مش ابهروا العالم في 2004 في اليورو بلويس فيجو وديكو ونونو جوميز وكريستيانو رونالدو في انطلاقته، وفي النهايه خسروا من فريق اسمه اليونان عشان بيدافع كويس، عشان بيلعب جيم تكتيكي كويس. احنا ده ماتش يا سعيد، مش ماتش، لا بطوله، ده ماتش خسر بطوله، يعني الهزيمه اللي اتغلبها دي ما هو خسر البطوله، لا لانه أنا بس اتغلبوا تعادل. صحيح، انا بس عايز اتكلم على فكره ان الفلسفه الدفاعيه مش عيب، مش عيب ان يكون راجل عنده فلسفه دفاعيه تناسب قدرات لاعبيه. بمعنى ان انت حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، بعد الهدف الاول كان في مساحات شاسعه جدا، محمد صلاح لو ركز في كره الانفراد بعدها تريزيجيه، صلاح كمان صلاح باين جدا عنده ازمتين، الازمه الاولى انه مش جاهز فنيا وبدنيا، والازمه الثانيه ان مزاجه مش رايق. محمد صلاح عنده مشكله، عنده مشكله مع الاتحاد، واضح في كل مباريات صلاح، عنده مشكله مع الاتحاد، كل ردود افعاله ورياكشناته اللي تم تصويرها. انا النهارده شعرت ان محمد صلاح عاقبنا احنا. محمد صلاح عاقب الجمهور المصري بسبب ازماته مع الاتحاد او مع ناس تانية، بس بيعاقبنا احنا النهارده. لو كان مركز صلاح بفلسفه كوبر الدفاعيه اللي هي رهنت في الشوط الاول اللي الاستاذ محمود اشاد بيه على اغلاق المساحات ومنع الفريق السعودي من هو يوصل لمرمانا والاعتماد على الارتداد السريع، ارتدينا كويس جدا. انت عايز تقول ان محمد صلاح كان لعب احنا كنا نقدر النهارده؟ لا مش مقصود، يعني هو لا هو قاصد الفتره الاخيره انه يصدر لنا دايما انه متضايق، انه مش مبسوط، انه المنتخب عبء عليه، ان هو حاجه ومنتخب مصر حاجه، ان لعيبته تبقى واقفه بتهزر وتضحك هو يقف ياخد جنب ان هو متضايق. لا ده مش محمد صلاح، انا ابتديت اخاف على صلاح من اللي بيلعب في عقله. تقصد مين؟ محمد صلاح ممكن وكيل اعماله، ممكن حد تاني، لكن انا شعرت
اللي يركز جدا يحس ان محمد صلاح بيتغير. محمد صلاح دايما بيحاول يصدر لنا ان هو متضايق، ان هو مخنوق، ان هو فعلا في النهارده لا يمكن. طيب هل بتتفق مع ده ولا احنا بنتكلم برضو في ان محمد صلاح هو اللي جاب الجونين بتوعنا، ان محمد صلاح لعب في ظل اصابه كبيره؟ لو جاب الثالث لكان الشوط الاول خلص 4-0. طيب كان عامل بتتفق مع الطرح ده؟ تاريخ انا كمان حزين ان عصام الحضري صحيح العظيم اللي دخل في التاريخ لو كانت انتهت المباراه حتى بالتعادل ويقول والله لعب وعنده 46 سنه والمباراه خلصت التعادل، هو فعلا انقذ ضربه الجزاء وانقذ كورتين ما ينقذهمش اي حد. صحيح. فكون انه دخل التاريخ بس شويه حبره على هذا التاريخ بالهزيمه مش ذنب. فانا بتصور ان النهارده هقول ايه يعني صلاح فعلا مش ده صلاح. يعني لو صلاح ادى 50% من اللي اداه في ماتش الكونغو، من اللي اداه في الدوري الانجليزي 33 جول في دوري انجلترا، هداف دوري انجلترا مع اعظم مهاجمي العالم، حاجه كبيره صلاح. طيب هل ده لانه فعلا زي ما استاذ سعيد بيقول ان في ناس بتشتغل على صلاح في ده، ولا في عوامل كتير الحقيقه وقفت ورا انه يكون اداء صلاح بهذا الشكل؟ هنعرف الاجابه، بس خلينا الاول نطلع نشوف تقرير عن راي المصريين في الشارع المصري بعد هذه النتيجه الخاصه بالماتش الاخير في منتخب مصر ومنتخب السعوديه. 79 دقيقه في قمه العرب، لا في اداء ولا في اي حاجه، حتى الوديات اللي اتلعبت ولا كان لها اي لازمه. انت ما حققتش فوز اساسا من اخر فوز انت محققه في كاس الامم، انت ما عملتش اي حاجه. المنتخب والتجهيزات وي الكلام ده ولا عمل اي حاجه. كوبر والجهاز الفني اللي معاه ملوش اي لازمه اساسا. المنتخب لو كانوا جابوا واحد من بيدرب في دوري الدرجه الرابعه كان عمل اداء احسن من كده. زيدان كان سيء جدا جدا جدا، وكان اللعب فيه سيء جدا. المنتخب السعودي كان هو اللي بيهاجم، المنتخب المصري تراجع بشكل كبير وده كان حاجه مشينه جدا. الاداء للفريق المصري كان فيه روح الانهزاميه اللي خلت الجونين يتحققوا بسهوله كده، ده بالاضافه ان بقيه الاداء المنتخب المصري خلال البطوله كان سيء برضه. في الثلاث ماتشات اللي لعبوها مصر ما عملتش اي لعب، بيلعبوا بس ب 11 لعيب، اللي هو يطلع مثلا تريزيجيه وهينزل مثلا كهربا، او يطلع مثلا مروان محسن وينزل الكهربا، هم دول بس اللي بيلعبوا. احلى حاجه عملها النهارده ان هو شارك عصام الحضري، وعصام الحضري 46 سنه يا جماعه ويصد ضرب الجزاء وبيقضي، بسم الله ما شاء الله لا هتحصل ولا هتحصل في الدنيا في العالم بحاله. لكن احنا بنشكر كوبر على الفتره دي، شكرا يا كوبر ان انت وصلتنا كاس عالم للمره الثالثه، شكرا ان انت وصلتنا نهائي امم افريقيا. ايه ما يصلحش الا المدرب الوطني. السعوديه اللي هي التصنيف الرابع خسرنا منها، احنا مستنيين نعمل ايه؟ دفاع 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 لغايه ما خسرنا في اخر دقيقه. احنا كنا كويسين النهارده في الشوط الاول، ولو في تركيز بس في الهجمات المرتده على الاقل كان محمد صلاح. وبعدين فين الكور الثابته؟ احنا يعني لو بندافع نلعب على الكور الثابته، مفيش اي حاجه خالص في منتخب مصر. وخلاص بقى كوبر يمشي بقى خلاص، يعني احنا كده فاض بينا الكيل، يعني مش مفيش حاجه ثانيه نعملها. يعني كوبر كان خلى اللعيبه تطلع بسرعه وحشه، خلى تريزيجي يلعب في مكان مش مكانه، خلى مروان محسن ينزل لحد نص الملعب مع انه مش في مكانه. كان من الاحرى ان هو لاعب تاني احسن من مروان محسن. مروان محسن لعيب كبير، خلانا نلعب دفاع بطريقه صعبه جدا، مش طريقتنا، مش لعبنا، مش بنلعب دفاع خالص. معانا امكانيات كبيره جدا، اكبر من السعوديه، اكبر من روسيا، مش بنستغلها صح. مشوارنا سيء طبعا، يعني دخل فينا 3 وناندا 2 وبتاع ارجواخ 1، يعني دخل فينا 6 جوان وما حصلتش لاي منتخب في كاس العالم يخش فيه 6 جوان. ومنتخب زي مصر، يعني منتخب مصر ده اقوى من منتخب روسيا، منتخب مصر اقوى من منتخب روسيا، يعني ازاي يخش فينا 3 من منتخب روسيا وناندا يخش جون فينا من ضربه جزاء وحكم مش مصمم هي ضربه جزاء؟ ماتش سيء جدا وادائنا سيء جدا، ومدرب ما عندوش اي فكره عن الكوره. مش ده اداء مصر، مصر على طول بتلعب اداء هجومي وكوره حلوه، وفي لعيبه كتير اصلا مستواه وحش جدا، وما يعقلش ان مصر تروح بمهاجم واحد كاس العالم، ما فيش منتخب في العالم عمل كده. طيب استاذ محمود، اخيرا شايف انه الاتحاد الكره المصري قدر يتعامل مع لاعب بقدر محمد صلاح؟ ازمات كثير جدا يعني تم تصديرها للمشهد بخصوص محمد صلاح، وانه ايضا لما قال لما حصل موضوع الهرجله في فندق اقامه المنتخب، وموضوع الشيشان الزياره اللي حصلت، ويعني اكثر من موضوع الحقيقه متعلق بمحمد صلاح. شايف ان دي مواضيع
مقصود انها يتم تصديرها بشكل او باخر لسبب خاص بمحمد صلاح، ولا دي بطبيعه الحال ده اللي حصل؟ اولا اللجنه المنظمه في روسيا هي عرضت اكتر من مكان لاقامه البعثه من بينها الشيشان. يعني الشيشان، مش احنا اللي قلنا لهم نروح الشيشان؟ قالوا في كذا وكذا وكذا، تختاروا ايه؟ قلنا الشيشان. اذا ما يعني كل النهارده ان في خلافات بين الشيشان وبين الانجليز، بين الشيشان وبين امريكا، ذنبنا احنا ايه؟ انتوا يا روسيا اللي قلتوا اختاروا مدينه تقعدوا في معسكر لكم، فاخترنا دوله فيها مساجد علشان ان هناك هيقعدوا مثلا البطوله تاخد شهر، هيبقى في صلاه الجمعه، صلاه مش عارف ايه، فاحنا اخترنا مدينه روسيا عرضتها علينا. كنا ان حصلت ازمه بعد كده، والراجل رئيس جمهوريه الشيشان بيكرم صلاح واداله الاقامه الفخريه او مش الجنسيه، يعني انت تبقى ضيف شرف للشيشان لجروزن في اي وقت تيجي. ذنب صلاح ايه؟ ذنب اتحاد الكوره ايه؟ هنا النهارده كون ان زي ما بقول لك حاجات سياسيه، خلافات سياسيه، احنا بيقحمونا فيها ليه؟ وبعدين استغلال لاسم صلاح ونجوميه صلاح، الراجل اللي عمل رئيس الجمهوريه اداله انت يعني شهادة أو حاجة يعني لا قال له اشتم في الإنجليز ولا اشتم في أمريكا ولا أقول الشيوعية ولا أقول الرأسمالية إطلاقا. طب سريعا عشان فدخلوا صلاح طبعا في متاهة، وطبعا الصحف الإنجليزية هجمته، والسي إن إن طبعا يعني محطة احنا عارفين كراهيتها لمصر بتصطاد لمصر كل حاجة، فدخلوا صلاح في بتاع الخلاط بلا ذنب، فطبعا شغلوه تماما. وعبد الله السعيد اللي برضه موال انتقال للزمالك، والاخ تركي آل الشيخ والدنمارك ولا فنلندا، لعيب طلع من تركيزه. يعني ده لو عبد الله السعيد في نص حالته كنا كسبنا ماتشين من الثلاث ماتشين. طب المهم دلوقتي ماذا بعد؟ شايف الوضع المفروض يبقى ازاي بعد اقاله هيكتور كوبر؟ هل المدرب القادم المفروض يكون مدرب مصري ولا اجنبي بخبرات؟ يعني اولا هيكتور كوبر يعني ياخده ما يجيش القاهره، وربنا لو جيت القاهره انت حر. انا بقول لك اطلع من بره بره كده، شوف انت روح بينس ايرز، مش الارجنتين، بينس ايرز، اطلع على لندن، على هناك ما تجيش. طيب القادم يكون ايه؟ القادم احنا دلوقتي عندنا في سبتمبر تصفيات أمم افريقيا الجايه، هنلاعب نيجر وظن سويسرلاند. فالفتره دي والله انا كنت بقترح ان حسن شحاته يروح مع كوبر بعد التجارب الخمس مباريات الاداره السيئه كان فيها. احنا انا من الناس اللي سعداء انه اهلنا الكاس العالم والامم افريقيا، لكن شفنا الخمس مباريات التجريبيه فاشل، كنا ودينا مع حسن شحات. فانا بتصور النهارده اولا العقده اللي عندنا مدرب زملكاوي بتوع الاهلي هيهاجموه، مدرب اهلاوي بتوع الزمالك هيهاجموه، ودي مأساه كبيره جدا جدا. هذه الفتره مرحله انتقاليه، ممكن نعيد الجهاز بتاع حسن شحاته وحماده صدر وشوقي غريب للمرحله الانتقاليه لكاس الامم الافريقيه اللي هتكون السنه الجايه 2019. وفي نفس الوقت بنكون بنبحث عن مدرب اجنبي كفء. انا مش هجيب اي واحد بيتكلم ما بيعرفش يتكلم عربي يقول ده مدرب اجنبي، لان مش قاعدين على قهوه دلوقتي المدربين، مدرب كفء وليه خبرات بيدرب نادي او بيدرب منتخب. مفيش مدرب كفء قاعد على قهوه ابدا، اللي قاعدين على القهوه دول الكثير بقى هتلاقيهم كثير، فمش هنجيب واحد من دول. فيبقى الفتره الانتقاليه يتولاها نفس الجهاز اللي جاب لنا الاداء الحلو والشكل الحلو، حسن شحاته، شوقي غريب، حماده صدي، الى حين البحث عن مدرب كف اجنبي لتطوير الكره المصريه. تمام، لتطوير الكره المصريه. طيب استاذ سعيد برضو اخيرا، شايف موضوع المنتخب الاجنبي ذو الخبرات ولا منتخب مصري، وتتفق في طرح استاذ محمود، وشايف مين اللي المفروض يفضل في المنتخب ومين لا؟ طيب انا شرحت في البدايه ان انا مؤمن ان الاخطاء من تحت او في القاعده اكتر، وده يخليني اشوف ان احنا الفتره الجايه محتاجين نشتغل على بعدين، بعد طويل المدى وبعد قصير المدى. تمام. البعد الطويل المدى عشان نقدر نبني تحت، احنا محتاجين مدير فني لاتحاد الكره مش لمنتخب مصر، مدير فني اجنبي خبير صاحب رؤيه واستراتيجيه يقول لنا احنا ازاي نبني من القاعده، وازاي نطلع اجيال متتاليه تتوارث وتكمل وتستمر. الراجل ده محتاج فريق كامل
من المحترفين مش المتطوعين اللي هم يقولوا انا بشتغل ببلاش، لا احنا عايزين فريق محترفين تحت قياده خبير اجنبي يضم مجموعه من الاكاديميين اللي هم دارسين وعندهم علم التحليل والارقام تمام. الى جوار مجموعه من اللعيبه المصريين اللي احترفت وعندها تجربه الاحتراف زي احمد حسن عبد الظاهر السقا حازم امام هاني رمزي الناس ديت هو ده اللي هيقدر يبنيني من القاعده، الناس دي هتاخد مقابل وتقعد في اتحاد الكوره عشان تخطط، لان احنا يا استاذ محمود فاقدين الامل تماما في المجموعه اللي موجوده في الجباليه دي مش هتبني ولا عندها اداره ولا عندها تخطيط تمام. فده الجديد البعد القصير المدى احنا محتاجين انا متفق مع استاذ محمود جدا ان احنا محتاجين مدرب وطني لان احنا محتاجين حد يعالج الناس نفسيا يقدر يلم الناس مش مدرب اجنبي على ما يستكشف ويشوف ويتوصل لخطه هيكون الموضوع صعب اكيد الموضوع اكيد كبير جدا ومحتاج يعني وقت كتير جدا صحيح. للطرح والحوار بقيه بشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الكرام الاستاذ والناقد الكبير الرياضي استاذ محمود معروف كل الشكر لحضرتك يا فندم ايضا شكرا. كل الشكر للاستاذ سعيد علي رئيس قسم الرياضه في صحيفه الدستور بشكرك استاذ سعيد مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من راي عام ان شاء الله بكره موعدنا يتجدد 8 مساء بتوقيت القاهره حلقه جديده من راي عام تصبحوا على ألف خير.